أهلا بكم من جديد. وأحوال الطقس، الأجواء الحارة نسبيا اللي بنعيشها حاليا يمكن بتطرح تساؤلات عديدة عند بعض الناس أو الأغلب. هل ده هيكون شكل الطقس في العيد؟ وهل إحنا فعلا في انتظار أيام مليانة بعواصف ترابية خلال الأيام القادمة؟ طيب، تفاصيل كتير تكشفها لي دكتورة منار غانم، ضيفتنا العزيزة، عضو المركز العالمي بالأرصاد الجوية. يعني هتطلعنا على حالة الطقس تحديدا الايام المقبله، ايام اعياد الفطر. كل سنه وانتم بخير وطيبين. اهلا بيك يا دكتور، كل سنه وانت طيبه. اهلا اهلا بحضرتك استاذه رغده، واهلا بكل متابعي تلفزيون اليوم السابع، وكل سنه وحضراتكم بخير يا رب. وانت بخير. كلمينا بقى عن حاله الطقس النهارده، وخلينا نتطرق بعد كده لطقس العيد ان شاء الله. خليني نقول طقس النهارده الاول. بالفعل يمكن احنا من الساعات الاولى من الصباح بدانا نشوف فرق بين طقس النهارده وطقس امس. انخفضت درجات الحراره عن الامس بحوالي 3 درجات، لان احنا بالامس سجلنا عظمى على القاهره الكبرى خلال فتره النهار 36 درجه مئويه. اليوم متوقع تكون درجات الحراره على القاهره 33 درجه مئويه، يعني في انخفاض طفيف في درجات الحراره مقارنه بالامس. والطقس خلال فتره النهار هنشعر بيه ان هو طقس ربيعي حار على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، معتدل الحرارة على كل المحافظات المطلة على البحر المتوسط. هيظل شديد الحرارة على محافظات شمال وجنوب إسرائيل، ده طبعا خلال فترة النهار. وهنلاحظ كمان في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار. دي فترة إيه تحديدا يا فندم؟ يعني من يوم إيه ليوم إيه لو نقدر نحددها؟ هو النهارده من الصبح، يعني النهارده يعني اليوم، وهيكمل كمان معانا ان شاء الله على مدار الايام القادمه، يمكن يكمل معانا لنهايه هذا الاسبوع ان شاء الله. انخفاض طفيف في درجات الحراره اليوم 33، غدا الاحد متوقع يكون في كمان انخفاض اخر في درجات الحراره وتكون 31 درجه اللي هي الوقفه، اللي هو يوم الوقفه. بالظبط ان شاء الله. يعني ده تقريبا يعني قيمه كام درجه؟ يعني هينخفض عن اليوم بحوالي درجتين، بس الاجواء هتظل اجواء حاره خلال فتره النهار. ترجع تاني ترتفع الدرجتين دول في يوم العيد باذن الله. يعني احنا متوقع ان اول ايام العيد يكون درجه الحراره على القاهره الكبرى 33 درجه مئويه. نقدر نقول ان هو شبيه لحد كبير بطقس اليوم، يعني اول ايام العيد حاله الطقس خلال فتره النهار هتشبه اليوم، لانه متوقع اول ايام العيد تكون العظمى على القاهره الكبرى 33 درجه مئويه، يعني اجواء حاره خلال فتره النهار. خلال فترات الليل الاجواء بتكون لطيفه على اغلب مناطق الجمهوريه حتى القاهره الكبرى شمال الصعيد، لكن مش هيكون في بروده زي يعني مستهل ايام رمضان. يعني مثلا كان بيبقى الجو بارد جدا، يعني درجات الحراره طبعا ارتفعت عن الايام الماضيه اللي كنا بنشهد فيها بروده، ودرجات الحراره انخفضت ل 14 و16 درجه مئويه خلال فتره الليل. متوقع يكون مع نهايه الاسبوع ان شاء الله في انخفاض في درجات الحراره الصغرى، لكن مش هنوصل للبروده اللي احنا هنحتاج فيها تاني للملابس الشتويه او الملابس الشتويه الخفيفه. ان شاء الله درجات الحراره بدات ترتفع، بالاضافه كمان نسب الرطوبه بدات ترتفع خلال فترات الليل، فده بيساعد على عدم الاحساس بانخفاض درجات الحراره. بالاضافه كمان ان احنا يمكن من الساعات الاولى من الصباح مستشعرين نشاط بالرياح. في نشاط للرياح على اغلب مناطق الجمهوريه. سرعات الرياح اليوم هتكون ما بين ال 30 وال 50 كيلو متر في الساعه، فنشاط الرياح ده بيساعد على عدم الاحساس بارتفاع درجات الحراره، بيخلينا نحس بالاجواء الربيعيه خاصه في فتره المساء وفترات الليل. بالاضافه كمان نشاط الرياح اليوم هيكون مثير لبعض الرمال والاتربه في جنوب البلاد، شمال وجنوب الصعيد، شمال محافظه البحر الاحمر. ومتوقع كمان اول ايام العيد يكون فيه اتربه ورمال مثاره في الصحراء الغربيه، او ممكن نلاحظ بعض الاتربه العالقه، لكن ان شاء الله الاجواء بصفه عامه هتساعد على الاستمتاع باجازه العيد واستمتاع باجواء العيد والخروجات باذن الله. لكن اصحاب امراض الجيوب والانفيه يعني هيكونوا مستقرين شويه، ولا هيبقى صعب عليهم الاجواء؟ يعني هو الوضع مش هيبقى وضع صعب باذن الله، لا هتبقى اتربه عالقه، لكن طبعا احنا دايما واحنا خارجين ناخد حذرنا. لو احنا هنضطر للخروج او احنا هنخرج بصفه عامه، يبقى في طبعا ده الاصحاب مرضى الحساسيه الصدريه او الجيوب الانفيه، يبقى دايما في كمامات ونظارات شمسيه. طب المواطنين النصيحه المهمه ان هو نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس، خاصه من فتره الظهيره اللي هي من 12 الظهر للساعه 2 او 3 العصر. نتجنب الفتره دي لان ده ذروه ارتفاع درجات الحراره، في ذروه في سطوع اشعه الشمس، فتجنب التعرض لاشعه الشمس خلال الفتره دي. خلال ايام العيد ونبدا خلاص نخفف ملابسنا باذن الله، نبتدي الملابس الصيفيه.
لكن الاطفال وكبار السن خلي بالنا من فترات الليل شويه، لان فترات الليل مع الاطفال ممكن يحسوا بالبروده خلال فترات الليل، فممكن تبقى ملابس صيفيه ثقيله، مش لازم الملابس الصيفيه الخفيفه اللي ممكن نرتديها خلال فتره النهار. عظيم، احنا بنشكرك شكرا جزيلا دكتورة على صحبتك لينا في الفقرة دي. شكرا لك على المعلومات. اتفضلي. احنا كانت بصحبتنا دكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي بالارصاد الجوية، بنشكرها شكرا جزيلا مرة تانية. وده كان طقس العيد، طقس الايام المقبلة ان شاء الله، كونوا بامان. شكرا للمتابعة، على اللقاء.